أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، والتي نبدأها بالعناوين. تقرير لموقع أخبار يؤكد لا فرق بين ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة. ومن العرب الجديد، وفاة حاجتين من اليمن في منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية. ومن الأخبار المنوعة في صحيفة القدس، مواطن ألماني يطلب إجازة لعام كامل للبحث عن كلبه المفقود. أهلا بكم إلى تقرير خاص من موقع يمن مونيتور يحمل عنوانا لافتا: الحوثيون الوجه الآخر لداعش في اليمن. ويدعم كاتب التقرير فرضيته بالتطابق بين سلوك الجماعتين، فأبرز سلوكيات طالبان وداعش هي استهداف المدنيين وعدم احترام القوانين الدولية وانتهاك الحقوق والحريات ورفض الديمقراطية وتحريم الفن وعدم الاعتراف بالآخر وفرض الرأي بالقوة وانتهاك حقوق الأقليات والمرأة، هي ما تمارسه اليوم جماعة الحوثي المسلحة في اليمن على مرأى ومسمع من العالم. ويقول التقرير إن جماعة الحوثي المسلحة تنتهك حقوق الأقليات، وهذا انتهاك واضح للقانون الدولي. وأبرز مثال على ذلك ما يواجهه أتباع الديانة البهائية من اضطهاد. ويقول التقرير إنه يؤخذ على حكومة اليمن أنها لم تقدم ملفات القيادات الحوثية إلى المحاكم الدولية لمحاكمتهم كمجرمي حرب، ويرى مراقبون أن سبب عدم إدراجها كجماعة إرهابية يعود إلى رضا أمريكي عن هذه الجماعة التي ترفع شعار الموت لأمريكا، طالما أن إرهابها لا يطال الرعايا الغربية. قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إنه وجه دعوة للحوثيين وصالح للاجتماع في أقرب وقت في أي بلد لمناقشة رسالتهم بشأن البناء على مخرجات مشاورات الكويت. وأكد ولد الشيخ في إحاطته لمجلس الأمن وأعاد نشرها موقع المصدر أونلاين أنه يسعى لتسليم ميناء الحديدة للجنة محايدة تعمل على الحد من تهريب السلاح وتسهل تدفق الإغاثة والاستفادة من عائداته لدفع الرواتب. وحث المبعوث الأممي أطراف النزاع على الموافقة على إجراءات ترمي إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة وتأمين الإغاثة الإنسانية ودفع الرواتب. دعوكم من المصطلحات المنتزعة قصرا من سياق تطور تاريخي وثقافي لمجتمعات أخرى، وتعالوا لننظر لاحتياجات الناس على هذه الأرض المسماه اليمن. هذا ما كتبه هائل سلام مطلع مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، وأضاف الكاتب في أجزاء من مقاله: الإشكالية الزائفة تخلق وعيا زائفا. لا أحتاج كمواطن يمني لتنظيرات ماركس ولينين ولا لبيان كومونة باريس والشعارات الأممية الثالثة. لا أحتاج بذات الصفة لتنظيرات سيد قطب وأبو الأعلى المودودي ولا لتخريجات الخميني والخامنئي. لست في مصر عبد الناصر ولا في عراق صدام حسين ولا في سوريا الأسد ولا في ليبيا القذافي. لا أحتاج لتنظيرات ناصر ولا عصمة سيف الدولة، لا لتنظيرات ميشيل عفلق ومنيف الرزاز ولا للقرضاوي ولا للكتاب الأخضر أو الأصفر. أنا مواطن يمني وضمن معطيات عالم اليوم، لي احتياجاتي واحتياجات أولادي من تعليم وصحة وضمان اجتماعي. لست مستعدا ولا أملك طرف الجري وراء شعاراتكم من قومية وإسلامية وأممية، لا أممية عولمية ولا خلافة ولا ولاية ولا أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. الموت للأيديولوجيات، المجد للإنسان في أي بقعة كان. نحتاج إلى كتلة تاريخية من كل الاتجاهات والمشارب والمضارب، تلك التي تصنفونها خطأ وخطلا يمينا ويسار، لتحدد أسس اجتماعنا البشري على هذه الأرض المحددة تعيينا ويقينا، ولتضع حدا لإشكالية الصراع حول السلطة على أساس برامجي لا إيديولوجي، يقدم للناس خدمات التعليم والصحة والكهرباء والضمان الاجتماعي بما يحررهم من خوف الفقر والفاقة والعوز. كمواطن يمني في القرن 21 لا شأن لي بصراعات داحس والغبراء، ولا شأن لي باشترار تفاصيل الصراع التاريخي بين علي ومعاوية،
ولست معنيا بحل مشاكل البشرية وفق شعارات الأممية الثالثة، ولم أعد في حقبة حروب التحرر والاستقلال الوطني الناصرية، ولا يشبع جوعي ولا يشفي مرضي شعار أمة عربية واحدة، ولا تعنيني أوهام الولاية والخلافة وأن الوطن حيثما يرفع الأذان. عنوان بارز لموقع 26 سبتمبر التابع للجيش الوطني والذي علق: مبدعون لكن في الإجرام، الميليشيا تلغم وتحرق سيارات مسعفين في البيضاء. وقال الموقع: يبتكرون كل يوم جديد لكن في الإجرام والتنكيل بحق الشعب اليمني، فمن تفجير المنازل والتهجير والإخفاء إلى قنص الأطفال والنساء وزراعة الألغام. اليوم وفي جريمة جديدة تضاف إلى قاموس جرائم الميليشيا الانقلابية، أظهرت صور حصل عليها الموقع: إقدام الميليشيا الانقلابية على زراعة سيارات بالألغام واستهداف أخرى بقذائف لمنع إسعاف مواطنين أصيبوا في انفجار لغم أرضي بالبيضاء. الجريمة وقعت في 7 أغسطس الحالي، عندما قامت الميليشيات الانقلابية بوضع لغم في سيارة المواطن حزام طاهر اللقاحي وقذيفة أخرى لسيارة المواطن أحمد محمد علي الصبولي أثناء ما كانوا يستعدون لإسعاف جرحى انفجر بهم لغم أرضي. مكان الجريمة محافظة البيضاء بالقرب من قرية لقاح بمديرية ولد ربيع، ووقعت عندما انفجر لغم أرضي بسيارة المواطن حزام طاهر اللقاحي وأبنائه ما أدى إلى إصابتهم إصابات بليغة، حيث حاول سائقو إسعاف الجرحى إنقاذهم إلا أنهم عوقبوا بتفخيخ سياراتهم وتفجيرها. في العدد الصادر اليوم من صحيفة أخبار اليوم نطالعكم بهذه العناوين: أولها من عدن: وصول طلائع من قوة سعودية لتأمين سكن الرئيس والنواب والموانئ والمطار. وفي ذات الشأن، القوات السعودية في ميناء مطار عدن وقصر الرئاسة بعد انسحاب القوة الإماراتية. وفي العاصمة المؤقتة أيضا: محتجون يقطعون شارعا رئيسيا ومصدر بالكهرباء، الحكومة لم تسدد قيمة الديزل والمازوت. والوزير المخلافي يقول لمجلس الأمن: سكان تعز يشعرون بأن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين. الفرار من الحرية عنوان لمقال كتبه الصحفي الأردني خيري منصور في صحيفة القدس العربي، مشيرا فيه إلى من نظروا للحرية وحين وصلت إلى ديارهم لاذوا بالفرار منها. ويقول خيري في جزء من المقال: الهروب من الحرية قد يمارسه أكثر الناس ثرثرة عن الحرية، لكن ما أن يتاح لهم أن يكونوا أحرارا حتى يلوذوا بالفرار، لأن الحرية باهظة التكلفة حين تتحول من فكرة مجردة إلى مواقف وخيارات ومسؤولية. وحين أصدر إريك فروم كتابه الآخر بعنوان أن تملك أو أن تكون، وهو تحوير مقصود للمقولة الشكسبيرية المعروفة أن تكون أو لا تكون، افتضحت ظاهرة أخرى تنامت وتعاظمت في المجتمع الرأسمالي في ذروة توحشه، وهي أن الملكية تعادل الكينونة والفقر مرادف للعدم. وأهم ما في هذه الكشوفات والحفريات التي تتداخل فيها المقاربات الإنثروبولوجية مع المقاربات السيكولوجية هو توعية الإنسان بما انتهى إليه في عصر استبدت فيه الفوضى والعدمية بمنظومة القيم. فهل الذين لا يصابون بالتخمة من فرط الامتلاك هم الذين تطاردهم فوبيا الفقر؟ وهل الأكثر ثرثرة عن الحرية وغيابها هم الأسرع في الفرار من أعبائها عندما تصبح ممكنة؟ الأرجح أن عمر الاستبداد المديد الذي يوشك أن يكون توأما للتاريخ أفرز بمرور الزمن ماسوشية من طراز آخر، بحيث يستمرئ العبد عبوديته ويختلط عليه الأمر بين الأسورة والقيد. إن الفرار من الحرية هو المعادل الموضوعي لتأجيل سن الرشد، ليس بالمعنى العضوي فقط بل بمعنى الوعي واستحقاق الاستقلال. والمجتمعات البطريركية مثال على ذلك، فهي تعامل الشعوب كأبناء قاصرين ينوب عنهم الأب في كل شيء مقابل حمايتهم أو رعايتهم، لهذا فهم رعايا وليسوا مواطنين وقطعانا آدمية وليسوا شعوبا بالمعنى التاريخي الدقيق. يقول إريك فروم في كتابه عن الملكية والكينونة: إن هاجس الامتلاك لدى الإنسان بلغ حدا مروعا، بحيث ادى امتلاك المرض فيقول عندي صداع أو ضغط أو فشل كلوي، وهذه الأمراض تصبح بفضل فائض التملك عنديات وممتلكات لا يحق للآخرين الاقتراب من تخومها. في تقرير لموقع الموقع بوست عن عاصمة اليمنيين التي أصبحت رهينة لجماعات وميليشيات متطرفة بعنوان:
صنعاء الرهينة بين بتر أطراف الدولة وبتر أطراف البشر. وتقول التفاصيل، في زمن الميليشيات تحدث المتناقضات ويحدث كل ما هو خارج سياق حدود العقل والمنطق، وفي ظل مسلسل طويل من الفيد والنهب لكل ممتلكات الدولة من بنك وواردات ومؤسسات ومصانع وسيارات ومعسكرات قامت بها جماعة انقلابية مسلحة، لا يمكن تصور حادثة تنفيذ حكم ميليشيا الانقلاب بصنعاء عندما حكمت ببتر يد سارق في ميدان التحرير ووسط جموع غفيرة من الناس. وينقل الموقع عن أحد الصحفيين معلقا على ما لاحظه أثناء مروره من ميدان التحرير: صنعاء لم تعد صنعاء أثناء مروري من ميدان التحرير، شاهدت مئات الأشخاص متجمهرين منتظرين قطع يد السارق الصغير على أيدي السرق الكبار، وما قطع الأيدي إلا تضحية بسارق لتلميع سارق آخر أكبر، والقصة ذاتها مع المغتصبين. يقول الإعلامي والمحلل السياسي محمد المقبلي لموقع الموقع بوست: سيذكر التاريخ أن في صنعاء الرهينة عام 2017 قطعوا يد سارق حقيبة وصفقوا وصرخوا لسارق دولة، وهذا ما يجسد نظام الترهيب الإمامي الذي كان يعمل على تعميم الإشاعة. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. وفاة حاجتين من اليمن بمنفذ الوديعة الحدودي مع السعودية عنوان لصحيفة العرب الجديد، حيث ذكرت لجنة تفويج الحجاج اليمنية أن امرأة تبلغ من العمر 45 عاما توفيت عصر الجمعة بمنفذ الوديعة نتيجة انخفاض الضغط لديها جراء المعاناة التي تعرضت لها في الطريق. وبحسب رئيس اللجنة التنفيذية لتفويج الحجاج عبد الله باجهام، فإن المتوفاة أجريت لها الإسعافات الأولية بالمخيم الطبي الموجود في المنفذ قبل نقلها إلى مستشفى شرورة السعودي، لكنها توفيت في المستشفى. ودعا باجهام وكالات الحج إلى العناية بالمسافرين ومنحهم قسطا كافيا من الراحة في الطريق، مطمئنا جميع الحجاج بتوفير الخدمات الصحية للحجاج داخل المنفذ. أوضحت الصحيفة أن امرأة تبلغ من العمر 60 عاما من محافظة لحج قد توفيت وفاة طبيعية فجر اليوم، ونقل جثمانها إلى مستشفى القطن. في عنوان بارز ورد في صحيفة البيان، ركز على نقل جزء من مشهد الصراع الدائر في المنطقة. ممثل لخامنئي في خطبة غرور: حدود إيران تمتد إلى البحر المتوسط. وقالت الصحيفة أن إيران تفاخرت بتدخلاتها في الدول العربية ودعمها ميليشيات إرهابية عاثت قتلا وتسببت في تدمير مدن في سوريا والعراق، حيث ألقى ممثل للمرجع الإيراني علي خامنئي خطبة الجمعة بمدينة مشهد أمس، أطلق عليها مراقبون خطبة الغرور. واعترف خطيب الجمعة أحمد علم الهدى، وهو عضو مجلس خبراء النظام الإيراني وممثل خامنئي بمدينة مشهد، بأن النظام الملالي وضع حدوده في العراق والشام وسواحل البحر الأبيض المتوسط، واليوم ليس الأمر أن تكون بداية العراق والشام وسواحل البحر الأبيض المتوسط نقطة خارج هذه الدولة وهذه الحدود، زاعما أن الجبهة التي تقودها إيران تم تشكيلها هناك. وحملت خطبة الجمعة عبارات ذات دلالات طائفية وتحريضية، مثل إطلاقه على الميليشيات التي تقاتل في سوريا والعراق إلى جانب إيران بأنها تنشر الدين. العرب والارتباك المتواصل، تحت هذا العنوان كتب كمال عبد اللطيف مقاله المشهور في العرب الجديد وقال: رسمت انفجارات 2011 الحاصلة في بعض البلدان العربية إمكانية انخراط المجموعات العربية في تدشين بدايات عهد جديد يبشر بميلاد مجتمعات الحرية والتقدم، وينقل شعارات الإصلاح التي تغنت بها أجيال عديدة طوال عقود القرن العشرين إلى مستوى الفعل والإنجاز،
إلا أن مجريات الأمور ضمن السياقات والشروط التي أطرتها وتؤطرها أنجبت كما يعرف الجميع أوضاعاً مختلفة عن روح الشعارات التي رفعها الشباب في الميادين العمومية في تونس والقاهرة وصنعاء ثم في ليبيا وسوريا وباقي البلدان العربية بدرجات من التفاوت والاختلاف. لا يتعلق الأمر هنا فقط بالمجتمعات التي انتفضت ضد الاستبداد والفساد، بل يشمل مختلف البلدان العربية حيث انتقلت عدوى مناهضة مظاهر الطغيان إلى أغلب المجتمعات العربية، ما دفع أنظمتها السياسية إلى البحث في كيفيات وقف السيل الجارف لحركة الاحتجاج وشعاراتها الهادفة إلى تحقيق الإصلاح السياسي الديمقراطي. لا بد من التوضيح هنا أن الارتباك المقصود هنا يعكس عجز الأنظمة العربية السائدة على مواجهة التحديات القائمة في مجتمعاتها، حيث أصبحت غير قادرة على بلورة الخطط والبرامج التي تسمح لها بالمحافظة على نفسها وعلى المكاسب التي بنيت في نهاية القرن الماضي، الأمر الذي يجعل الارتباك مرادفاً للتراجع والسقوط. تبرز مؤشرات عديدة صور الارتباك القائم في أغلب المجتمعات العربية، سواء في أنظمة الدول وبنياتها أو في مؤسسات المجتمع وتنظيماته السياسية والمدنية. نتبين جوانب من ذلك في أشكال التمزق السياسي والاجتماعي القائمين هنا وهناك في بلدان المشرق والمغرب العربيين، كما نتبينها في أشكال الاضطراب المرتقبة بناء على التحولات الجارية وما تحمله من إشارات كاشفة عن غياب التوازنات المطلوبة في مجتمعات تتطلع إلى الاستقرار والتنمية. دعت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية الحوثيين إلى الإفراج عن معتقل سياسي في صنعاء، وقالت المنظمتان في بيانين منفصلين إن الحوثيين اعتقلوا الاثنين المعلق السياسي هشام العميسي الذي انتقد القيود التي يفرضونها على المنظمات المستقلة. وقالت سارة ليا أوتسون مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: يحتاج اليمن أكثر من أي وقت مضى إلى نشطاء كهشام العميسي للفت الانتباه إلى الدمار الذي جلبته الحرب والمجاعة والمرض على البلاد وشعبها. وأضافت على السلطات الحوثية الإفراج الفوري عن العميسي وإعادته بأمان إلى أسرته. قالت سماح حديد من منظمة العفو الدولية إن العميسي سجين رأي، جريمته الوحيدة ممارسة حقه في حرية التعبير بسلام، وأضافت: يجب الإفراج عنه فورا. من أخبار صحيفة القدس العربية المنوعة ما جاء تحت عنوان: إجازة لعام كامل بحثا عن كلب ضائع. وقالت الصحيفة أن مواطنا ألمانيا يواظب بشكل دائم على رحلة بحث عن كلبه المفضل، ووصل به الأمر إلى طلب إجازة لعام كامل. وطلب توماس إجازة مدتها عام كامل من عمله للعودة إلى جنوب فرنسا والبحث عن كلبه الذي ضاع هناك خلال إجازة عائلية. وقد اختفى الكلب أثناء قضاء توماس وزوجته وطفليهما إجازة في أحد منتجعات الجنوب الفرنسي، وأمضت العائلة أسبوع الإجازة الأخير في البحث عن جويس ولم تجده، لكن توماس عاد الآن إلى جنوب فرنسا ووزع مئات الملصقات عن كلبه آملا إيجاده والعودة معا إلى ألمانيا. من هو كيم جون أون وماذا يمكن أن يفعل؟ بهذا السؤال عنونت آن فيفيلد مقالها المنشور في الواشنطن بوست عن رئيس كوريا الشمالية الذي يهتم الباحثون بسلوكه وكيف يمكنه أن يفجر الوضع العالمي ويدمر الاستقرار. وقالت الكاتبة: في حال مضت كوريا الشمالية قدما في تهديدها بإطلاق صواريخ باليستية باتجاه أراضي غوام الأمريكية، فإن الأمر بإطلاق النار سوف يأتي من كيم جونغ أون نفسه. يستطيع المسؤولون المعنيون ببرنامج الصواريخ في كوريا الشمالية استكمال استعداداتهم بحلول الأسبوع المقبل، وعندئذ سوف ينتظرون من الزعيم البالغ من العمر 33 عاما أن يقرر ما يجب عمله بعد ذلك. هل سيعطي كيم الأمر بإطلاق النار على أساس استدعاء رد انتقامي من الرئيس الأمريكي الذي لديه جيشه الجاهز والمذخر؟ لا تتعلق هذه المسألة بالقدرة التقنية. يقول مايكل مادن الذي يدير موقع مراقبة قيادة كوريا الشمالية الإلكتروني ويدرس الرئيس الكوري كيم عن كثب: كان الكوريون الشماليون واضحين تماما بخصوص أنهم بحاجة إلى تفويض منه. هذه لحظة فاصلة لكيم جونغ أون. تحكي القصص الأخرى من سنوات مراهقة كيم عن صبي مدلل كانت لديه أحدث أجهزة بلاي ستيشن وأفضل أحذية إير جوردان. يقول جواو ميكايلو أحد زملاء دراسة كيم: بالنسبة له كانت كرة السلة كل شيء. كان يلعب كرة السلة
وكانت لديه ألعاب كرة السلة على جهاز البلاي ستيشن. كان العالم كله بالنسبة له مجرد كرة السلة كل الوقت. ولكن بعد عودة كيم إلى كوريا الشمالية في العام 2001 ضاع أثر حكايته كما هو واقع الحال. لم يسافر كيم إلى الخارج ولم يستقبل أي زعيم منذ تعيينه خليفة للحكم في العام 2010. وكان الأمريكيون الوحيدون الذين التقوا به هم نجم كرة السلة المتقاعد دينيس رودمان والوفد المرافق له. قال خبير من كوريا الجنوبية يقدم المشورة للحكومة في سول إن كيم يعرض بعض سمات الشخصية النرجسية، ومثل أي نرجسي آخر يريد كيم أن يظل هو مركز الانتباه. أما الآن ننتقل بكم إلى جولة مصورة بين أحداث الأمس التي أوردتها صحيفة الديلي تيليغراف عبر صور التقطت من مناطق مختلفة حول العالم، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بخير.